السلام على الشهداء الأبرار وعلى دمائهم الزاكية التي روت أرض أوال. السلام على الشهداء وعلى عوائل الشهداء وعلى أطفال الشهداء وعلى أمهات الشهداء. السلام على شهيد الكلمة، كلمة الحق في وجه سلطان جائر، شيخ الشهداء الشيخ نمر باقر النمر. السلام على كل حر يصدح بالحق في وجه الظلمة والطواغيت. السلام على الأحرار على امتداد الأرض الذين حملوا أرواحهم على أكفهم متحملين مسؤولية إقامة العدل والقسط ومحاربة الظلم والظالمين. نلتقي اليوم على أعتاب ذكرى عيد الشهداء، هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا وعلى قلوب أبناء الشعب البحراني الغيور. في 17 من ديسمبر عام 1994 خرجت التظاهرة الاحتجاجية على اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان الذي اعتقلته السلطات في الخامس من نوفمبر، في الخامس من ديسمبر عام 1994. وقد عمت التظاهرات كل أرجاء البحرين، وصادف في ذلك اليوم اجتماع لدول مجلس التعاون في المنطقة القريبة من منطقة السنابس، فتوجهت التظاهرة الاحتجاجية إلى منطقة السنابس، وهناك بدأوا يرفعون الشعارات المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، فما كان الجواب إلا الرصاص الحي، فأطلق الرصاص الحي على الشهداء وعلى المتظاهرين فسقط الشهيدين هاني وهاني. الشهيد هاني خميس من منطقة السنابس، والشهيد هاني الوسطي من منطقة جد حافص، ليرسم من ذلك اليوم هذا التاريخ عنوان عزة شعب وكرامة شعب ومقاومة شعب ومطالب شعب، وحفر هذا التاريخ في ذاكرة الشعب. حاول النظام طوال السنوات الماضية أن يمحو هذا التاريخ من ذاكرة الشعب، من وجدان الشعب، من قلوب الشعب، فسعى لقمع المتظاهرين الذين يخرجون في هذا اليوم باعتبار تزامنه مع يوم جلوس الطاغية في 16 من ديسمبر، وحاول أن يمنع كل التظاهرات التي تخرج في هذه الذكرى، ولكن إصرار الشعب على هذا اليوم وعلى إحياء ذكرى عيد الشهداء، لأننا نعتقد أن الشهادة عيد وفرح وأنس وانتصار أسماه الشعب بعيد الشهداء. حاربوا هذا اليوم بالقمع والإرهاب، وحاربوه بالتمييع، وحاربوه بمحاولة تغيير هذا اليوم وجعل يوم آخر إليه. في عام 2006 عندما شاركت بعض القوى السياسية في الانتخابات طرحوا بأنه ينبغي أن ننزع فتيل التوتر مع النظام الخليفي، وينبغي أن نبدل هذه الذكرى إلى شهر مارس،
ونحول عيد الشهداء من 17 من ديسمبر إلى شهر مارس، وذلك لكي ننزع فتيل التوتر مع النظام، لأن النظام الخليفي والعصابة الخليفية يريدون أن يحتفلوا بما هم أسموه العيد الوطني، وهو يوم جلوس الطاغية على كرسي الحكم. ولكن ببركة إصرار قوى الممانعة آنذاك والمتمثل في حركة حق وحركة أحرار البحرين وجمعية أمل، كان هناك إصرار على إحياء هذا اليوم، فبقي هذا اليوم. وأتذكر أنه في عام 2007 قد سقط الشهيد علي جاسم في نفس هذا اليوم، الشهيد علي جاسم رضوان الله تعالى عليه، عندما خرج مصرا على إحياء هذا اليوم وقد اعتقلته السلطات وضربته وعذبته وأطلقت غازات المسيلة للدموع عليه، فتعرض لوعكة صحية ونقل إلى المستشفى الدولي وهناك فارقت روحه الحياة. هذا اليوم تعزز في نفوس أبناء الشعب البحريني وترسخ في عقول وفي عقيدة أبناء الشعب البحريني. ولا أنسى أن هذا اليوم وفي هذا اليوم أو بعده بيوم واحد قد التحق بجوار ربه سماحة الشيخ المجاهد الشيخ عبد الأمير الجمري رضوان الله تعالى عليه في يوم 18 من ديسمبر، والذي كان له مواقف شجاعة وقوية في الإصرار على إحياء ذكرى عيد الشهداء. عندما سقط الشهيدين هاني وهاني حصل جدل في الوسط البحريني بأنه هل نعتبر هؤلاء شهداء ونتبناهم على أنهم شهداء، أو أن نطفئ النار التي اشتعلت بسبب سقوط الشهداء ونسكت عن الموضوع وننهي الحراك الشعبي. الشيخ الجمري قد تبنى هؤلاء الشباب على أنهم شهداء وشارك في تشييع جنائزهم وأصر على الاحتفال بذكرى استشهادهم، وقد رحل في نفس الذكرى عن هذه الدنيا. لماذا نحيي ذكرى الشهداء في كل عام؟ ذكرى الشهداء تذكرنا بعدة أمور. الأمر الأول التي يذكرنا به ذكرى الشهداء هو أنه يوجد ظالم ومظلوم. عندما يكون هناك شهداء هناك قتلى، فيعني هناك قاتل. عندما يكون هناك شهيد فيعني هناك ظالم قد سفك روحه، سفك دماء هذا الشهيد وزهق أزهق روح هذا الشهيد. لذلك ذكرى الشهداء تذكرنا بوجود قضية ظالم ومظلوم، مما يعني أن يحمل الأمة مسؤولية مقارعة الظلم ومواجهة الظلم ونصرة المظلومين. فعن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أوصى ولديه الحسنين: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فإحياء ذكرى الشهداء تذكرنا بوجود قضية ظالم ومظلوم، وتذكرنا بمسؤولية مقارعة الظلم ونصرة المظلوم. ذكرى الشهداء تذكر الأمة بأن هناك حق مضيع
حق مسلوب، على الأمة أن تسترجع هذا الحق، أن تطالب بهذا الحق، وهذا الحق قد دفعت من أجله الأثمان الباهظة والأثمان الكبيرة التي قدمت من أجلها الأرواح والأنفس والدماء. فهذا يحمل الأمة مسؤولية المطالبة بهذا الحق، والمطالبة باسترداد الحقوق والإصرار عليها. الأمة التي تقدم الشهداء هي أمة حية، أمة عزيزة، أمة منتصرة، لأن الأمة الخانعة، الأمة التي تجبن عن قول كلمة الحق، تعيش ذليلة مهانة. ولكن الأمة التي تنتج ثقافة الشهادة وتربي الناس على قيم الشهادة وفكر الشهادة ورسالة الإيثار والتضحية والفداء، هي أمة منتصرة، أمة عزيزة. صحيح نفقد أعزاء، نفقد رجالات، ولكن هذه ثقافة كربلاء. موت في عز خير من حياة في ذل. ثقافة كربلاء: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. في الآونة الأخيرة طرحت خطة لتمييع عيد الشهداء. النظام حينما حاول القضاء على هذا اليوم لم يستطع، قمع الناس، اعتقل الناس، قتل الناس. تجذر هذا اليوم في نفوس الناس وفي عقيدة الناس. عندما حاول أن يستبدل هذا اليوم بيوم آخر لم يستطع، كان إصرار الناس أقوى من إرادة السلطة. اليوم يعلنون أن عيد الشهداء بأنه يوم عيد شهدائهم كما يزعمون، بأنه يوم قتلاهم الهالكين في نار جهنم، الذين قتلوا في اليمن والذين قتلوا في أماكن الإجرام والاعتداء على الناس. يريدون أن يميعوا هذا اليوم، يريدوا أن يقتلوا هذه العلاقة الروحية بين الناس وبين هذا اليوم وهذه الذكرى العظيمة. أنا أعتقد أننا كشعب أقدر على حفظ هذا اليوم ورفع ظلامة الشهداء والمطالبة بدماء الشهداء والقصاص من القتلة. إحياء ذكرى الشهداء ليس كرنفالا وليس احتفالا، إحياء ذكرى الشهداء إحياء لقيم الشهادة، إحياء ذكرى الشهداء إحياء لذكرى وقيم الإيثار والتفاني، لقيم العزة والكرامة، لقيم الشهامة والفداء. يريدون أن يحولوا ذكرى الشهداء إلى ذكرى كرنفالية فارغة من محتواها، ذكرى للسهر والطرب والغناء، ويفرغوا هذه الذكرى من محتواها. على أبنائنا وإخوتنا وأعزتنا من أبناء شعب البحرين أن يصروا على إحياء هذه الذكرى بقيمها، برسالتها، بالإصرار على المطالب التي ضحى من أجلها الشهداء. شهداؤنا لماذا تقدموا للشهادة بصدر رحب، بل بشوق، وكان كل منهم يسابق الآخر: أنا الشهيد التالي.
ضحوا من أجل عزة شعب وكرامة شعب وقيم شعب. اليوم هم يريدون أن يحولوها إلى حالة كرنفالية، غناء واحتفالات صاخبة بعيدة كل البعد عن رسالة الشهداء. حق المطالبة بدماء الشهداء، قضية الشهداء ليست قضية خاصة وليست قضية عائلية. من الأساليب التي حاولوا فيها تمييع قضية الشهداء هو الحديث عن تعويضات مالية تقدم لعوائل الشهداء، أو محاكمات شكلية لبعض الشرطة وبعض الضباط، لبعض الشرطة وبعض الضباط، وإنهاء ملف الشهداء. قضية الشهداء ليست قضية عائلية وليست قضية شخصية، بل هي قضية شعب. من أصدر الأوامر بقتل الشهداء ليس هذا الشرطي وذاك الضابط، وإنما هو السلطة وأعلى رأس السلطة. فالقرار هو قرار سياسي وليس قرارا شخصيا وقضية شخصية. وحينما قتل الشهيد لم يقتل من أجل قضية شخصية، وإنما قتل من أجلي ومن أجلك ومن أجل العدالة وإقامة الحق وإرجاع الحقوق لي ولك. فهذه الدماء الزكية الطاهرة التي سفكت من أجلنا. فقضية الشهيد ليست قضية عائلة وليست قضية شرطي، وإنما هي قضية صراع بين شعب وبين سلطة ظالمة. لذلك لا نقبل أن تميع قضية الشهداء في قضايا محاكم شكلية لبعض الشرطة أو بعض الضباط أو الحديث عن تعويضات، لا الآن ولا بعد انتهاء الأزمة والثورة. قضية الشهداء قضية تعني كل أبناء الشعب البحريني، وينبغي المطالبة بالمطالب والحقوق التي استشهد من أجلها أبناء الشعب البحريني العزيز. أعتقد أن الطروحات التي تطرح سواء كانت عن حسن نية أو عن سوء نية، بأن هناك تسويات أو حديث عن التظلمات ورفع شكوى في قسم التظلمات، بعضها يكون بنية حسنة وبعضها يكون بنية سيئة، هو لتمييع هذه القضايا. صراعنا مع النظام الخليفي بات صراع وجود، إما أن نكون أو لا نكون. صراعنا مع هذه الطغمة المجرمة التي استحلت دماءنا وأعراضنا وأموالنا ومقدساتنا وكرامتنا بات صراع وجود. لم تعد القضية قضية حقوق بسيطة وقضية مكاسب سياسية وحصص في العملية السياسية. الذي يستهين بأغلى ما عندنا، بأعراضنا، بدمائنا، بحياة شبابنا، بقرآننا، بمساجدنا، بعقيدتنا، هذا لا مكان له بيننا، لا مكان له بيننا. قضية الشهداء هي قضية مفصلية، قضية جوهرية، قضية مهمة في صلب حراكنا. سنبقى نطالب بالقصاص من كل القتلة المجرمين، وعلى رأسهم من أصدرت الأوامر بقتل شهدائنا
وأصدر التعليمات لقتل الشعب وإبادة الشعب وانتهاك الأعراض والدوس على كرامة هذا الشعب البحراني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يلهم عوائلهم الصبر والسلوان وأن يفرج عن معتقلينا وأن يفك أسرهم وأن يرد مهجرين ومغتربين وأن يعز الإسلام وأهله وأن يذل النفاق وأهله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.